كيفاش جاتك الفكرة أنك تعاودي مجموعة من الأغاني على طريقة الكوفر؟ نورمالمون في الصغر في المرور ديالي في لي راديو والمشاركة ديالي في راديو باغمي 400 صوت الحمد لله وتوجت بأحسن صوت كان دائما السؤال اللي كيتوجه لي علاش ما كتغنيش أمازيغية بحكم أنك أنت بنت من طاقة أمازيغية. كنت كنقول أنا مازال ماشي قد المسؤولية ديال الأغنية المغربية ديال الأغنية الأمازيغية وحمد لله بعد سنين تشبعت بذاك الفن الأمازيغي لأنه تبارك الله تراث عريق كبير فيه فريمون ما يدان. ودايوغ كنحييك زهرة سمحتي لي على هذه المبادرة هذه اللي خديتي حيت ماشي سهل أننا نشوفوا واحد الموجة مغربية جديدة معاصرة كلشي كيتجه للأغنية المغربية بالدارجة ديالنا راه كنعرفي الموجة ديالنا. أنت خرجتي من هذا الشيء كامل وقررتي أنك تتجهي لتراثنا المغربي والموسيقى الأمازيغية وتعاودي توزيع هذه المجموعة من الأغاني اللي ديجا ناجحة تبارك الله. أكيد بارك الله فيك. بطبعي كبيرسون ما كنتبعش الحاجة السائدة أو للموجة